بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعرف مع بعض يا باشمهندسين في الفيديو ده على حاجة اسمها المعالجة الرمزية. إن شاء الله ده كده الفيديو اللي قبل الأخير لنا في الماتلاب، هنبتدي نشرح مجموعة الدوال اللي قدامنا دولت، وبعده الفيديو اللي جاي إن شاء الله اللي هو الأخير هنشرح فيه أسئلة الامتحانات اللي بتيجي على الجزء ده. وخدوا بالكم إن الجزء ده بيبقى عليه حوالي 15% أو 20% من امتحان الفاينل كإجمالي، فجزء مهم جدا ولازم نكون فاهمينه كويس شوية. طيب أنا عندي هنا حوالي 14 دالة، اسهل ما يمكن، يعني سهلين جدا جدا. ليه؟ هنشوف دلوقتي ليه. لان كل داله عن طريق اسمها بفهم هي بتعمل ايه. يعني داله اسمها اكسباند، كلمه اكسباند بالانجليزي بالعربي بتاعها معناها مفكوك، وبالتالي الداله اللي اسمها اكسباند اكيد بتحسب لي مفكوك حاجه يا باشمهندسين. الداله اللي اسمها سمبليفاي من اسمها كده اكيد بتبسط حاجه، وهكذا يا باشمهندسين. باقي الدوال هتلاقي كل داله اسم على مسمى. طيب ده كده بالنسبه للتعريف بتاع المعالجات الرمزيه. طب تعالوا كده نشوف يعني اصلا انا محتاج المعالجات الرمزيه في ايه. انا لو جيت قلت لك مثلا انا عايز احسب يا باشمهندسين تفاضل الاتش تربيع، احسب تفاضل الاتش تربيع ازاي؟ تعالوا نشوف كده نعمل الكلام ده بالماتلاب ازاي. هنيجي يا باشمهندسين مثلا نيجي نقول له اكس تربيع كده، نقول له انتر، يقول لك undefined function or variable x. طب هقول له مثلا الاكس بتساوي 10، وبعدين اقول له مثلا اكس تربيع، اجي اقول له كده اكس تربيع، هيطلع لي الانسر بتاعتها ب 100 يا باشمهندسين. طيب لو انا جيت قلت له كده ديفرنشيت، كلمه ديفرنشيت يعني تفاضل، احسب لي تفاضل الاكس تربيع يا باشمهندسين، احسب لي تفاضل الاكس تربيع، ما طلعليش حاجه. ليه يا باشمهندسين؟ لان الاكس تربيع هي خدت القيمه اللي هي 10، يعني الاكس تربيع هنا هتبقى قيمتها ب 100، فالمفروض ان الانسر بتاعي اللي هو تقريبا بزيرو. فطبعا الكلام ده غلط يا باشمهندسين. انا عايز لما اعمل اقول له تفاضل الاكس تربيع يطلع لي هنا 2 اكس، ولما اقول له تكامل اكس تربيع يطلع لي قيمه التكامل اللي هي هتبقى مثلا 2 اكس تكعيب او حاجه زي كده، او زي ما انتم عارفين التكامل بتاعكم. فاذا يا باشمهندسين الكلام ده ما ينفعنيش، ما ينفعش اقول له اكس بتساوي 10 واحسب التكامل او احسب التفاضل. ليه؟ لان الاكس هنا قيمه مش رمز، احنا بنتعامل معاه في الرياضه على الورقه كرمز مش كقيمه عشان اعرف احسب تفاضل وتكامل. فاحنا عايزين يا باشمهندسين بدل ما نعلن عن الاكس بيساوي 10 او بيساوي 20 او بيساوي سالب 100، انا عايز اعلن عنه كرمز لا يحتوي على قيمه. اعملها الكلام ده ازاي؟ هعمل الكلام ده باستخدام الامر اللي اسمه سيمز، وسيمز اختصار يا باشمهندسين كلمه سيمبلز، يعني انا عايز اعمل مجموعه من الرموز. طب اعملها ازاي في الماتلاب يا باشمهندس؟ بتيجي كده تقول له سيمز اكس وواي، يبقى انا كده عملت رمزين، واحد اسمه اكس وواحد اسمه واي، وهتلاحظ كده ان هو الاكس هنا مكتوب جنبه سيمبل والواي هنا مكتوب جنبه سيمبل يا باشمهندسين. وبالتالي لو جيت قلت لك مثلا واي بتساوي اكس تربيع، اكس تربيع انتر، قال لك اهو الواي بتساوي اكس تربيع. طب لو جيت قلت له كده ديفرنشيت الواي فاضل لي الواي، يقول لك الانسر عباره عن 2 اكس ادي التفاضل بتاعي. يبقى هو ده اللي انا عايزه يا باشمهندسين. اذا لما اجي اتعامل مع الاكس والواي كرموز لازم اكتب كلمه سيمز اكس وواي. ده معنى كلمه سيمز اكس وواي، يعني انا عرفت رمزين واحد اسمه اكس وواحد اسمه واي. لو محتاج رموز ثانيه هتاخد مسافه تقول له زد، وتاخد مسافه تقول له ايه، يبقى انت بتعمل رموز زي ما انت عاوز. طيب ده كده يا باشمهندسين بالنسبه للامر الاولاني اللي اسمه ايه، اللي اسمه سيمز. طيب الامر الثاني اللي اسمه اكسباند، كلمه اكسباند معناها هديك حاجه صغيره وهات لي المفكوك بتاعها. يعني مثلا انا ممكن اقول لك كده اكسباند مثلا ساين اكس بلس واي. طبعا انتوا عارفين الاكس بلس واي ساين اكس بلس واي مفكوكه ايه، لما تقول له انتر هيقول لك هي عباره عن كوزين ساين زائد ساين كوزين. بس في مشكله، هو هنا كان المفروض يجيب لي كوزين واي ساين اكس، ساين واي كوزين اكس، بس هنا جاب لي كوزين اكس تربيع. ليه يا باشمهندس؟ اصل انا من شويه هتلاحظ ان انا كنت عامل واي بتساوي اكس تربيع، فهو شال واي وحط اكس تربيع. طب انا هعمل ايه يا باشمهندس عشان الغي الكلام ده؟ هقول له كده هشيل المتغيرات من هنا يا باشمهندسين، وبعدين هاجي اقول له ايه سيمز اكس مسافه واي. هو عمل لي كده واحد اسمه اكس وواحد اسمه واي. طب الواي بكام؟ ما اعرفش بكام دلوقتي، ده هي رمز دلوقتي مش بتساوي اكس تربيع. وبعدين يا باشمهندس هاجي اقول له كده اكس باند ساين اكس زائد واي، هيقول لي هي عباره عن كوزين اكس ساين واي زائد كوزين واي ساين اكس. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للداله اللي اسمها اكس باند يا باشمهندسين، بديها حاجه صغيره وهي بتجيب لي المفكوك بتاعها. يعني مثلا ممكن اقول لك كده ايه بتساوي اكس باند في الكلي مثلا اكس ناقص واحد الكل تربيع. توقعكم يا باشمهندسين يبقى الناتج بتاعي ايه؟ هيمسك القوس ده اهو اللي هو اكس ناقص واحد الكل تربيع ويفكه ويطلع لي الناتج. اسف يا باشمهندسين اهوت،
الامر اهوت اكس باند اكس ناقص 1 كل تربيع، هقول له انتر، هيقول لي الاي بتساوي اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 اللي هي عباره عن مربع الاول زائد مربع الثاني ناقص الاول في الثاني في 2. خلاص يبقى ادي الامر وادي التنفيذ بتاعه يا باشمهندسين. وطبعا الكلام ده انا شارحه عندكم في الورقه اهوت علشان تشوفوه. قلت لك ده اكس باند ساين اكس زائد واي، طبعا المفروض انت تبقى عارف النتيجه ايه. لما اقول لك بقى يا باشمهندسين اكس باند اكس ناقص 1 لكل تربيع، يبقى انت عارف ان الناتج بتاعك هو هيفك القوس ويطلعه لي. طب ده بالنسبه للاكس باند يا باشمهندسين. السمبليفاي الداله اللي اسمها سمبليفاي عكس الاكس باند، بديها حاجه كبيره وبترجع لي لاصلها، يعني بتبسطها لي لاصلها يا باشمهندسين. يعني ايه؟ لو انا جيت قلت لك كده اكس باند الكلام ده، هيقول لي ان الانسر هو بيساوي كده، بيساوي حاجه كبيره. طب انا هقول لك كده سمبليفاي، سمبليفاي الانسر، يبقى توقعنا ان النتيجه تطلع ايه؟ ان النتيجه تطلع الجزء ده يا باشمهندسين. لما اقول له انتر، معلش بس انا غلطت في الكتابه، اقول له كده سمبليفاي، سمبليفاي الانسر واقول له انتر، قام جاي مطلع لي ساين اكس زائد واي. ليه يا باشمهندسين؟ لان الانسر هي عباره عن المفكوك. خلاص كده؟ طيب لما اجي اقول لك يا باشمهندس مثلا مثال زي اللي قدامي ده كده، سمبليفاي اكس تربيع ناقص 1 مقسوم على اكس ناقص 1، هيعمل ايه؟ هيفك القوس ده الاول، هو عباره عن اكس ناقص 1 في اكس زائد 1، ويقسمه على اكس ناقص 1، يبقى الاكس ناقص 1 تطير مع الاكس ناقص 1 يبقى الاكس زائد 1، فيطلع لي الانسر هنا هي عباره عن اكس زائد 1 يا باشمهندس. تعالوا نعمل الكلام ده كده بسرعه، سمبليفاي وبعدين يا باشمهندس اكس تربيع ناقص 1، الكلام ده مقسوم على اكس ناقص 1، طبعا هحطها في قوس كده يا باشمهندسين، وبعدين اقول له انتر اهوت، قال لي الانسر هي عباره عن اكس زائد ايه؟ زائد 1. طيب ده كده بالنسبه للداله اللي اسمها اكس باند والداله اللي اسمها سمبليفاي. انا بتكلم كده على السريع علشان ما نضيعش وقت. الداله اللي اسمها فاكتور يا باشمهندسين، الداله اللي اسمها فاكتور، انا هعمل حاجه ثانيه كده، هقول له اكس باند ساين اكس زائد واي، واقول لك فاكتور، فاكتور الانس انتر، قال لك ايه يا باشمهندس؟ قال لك ان الانس بيساوي ايه؟ كوزين اكس ساين واي زائد كوزين واي ساين اكس. طيب تعالوا كده نعمل كده، بدل سمبليفاي ديت انا هاجي اقول لك فاكتور يا باشمهندس، هاجي هنا كده اقول لك فاكتور وانتر. في حاله اللي هي يا باشمهندسين اي حاجه غير الدوله المثلثيه فاكتور زي سمبليفاي اهو، لما اديته حاجه زي كده قام جاي مبسطها لي يا شباب. لكن لما جيت اديله داله مثلثيه اللي هي كانت ديت وقلت له اعمل لي لها فاكتور، ما عرفش يبسطها. اذا فاكتور يا باشمهندس بتستخدم في التبسيط، بس بتستخدم مع اي حاجه غير الايه، غير العلاقات المثلثيه. يبقى انا كده عندي دلت اهوت يا باشمهندسين الدوال، انا عندي كده دلت سيمز عرفناها، اكس باند عرفناها بتفك، سمبليفاي عرفناها ان هي عكس الاكس باند، فاكتور هي زيها زي السمبليفاي بس مع اي حاجه غير مين؟ غير الدوال المثلثيه. تعالوا بقى نشوف حاجه اسمها سيم تو بولي وبولي تو سيم. لو انا كنت مديك يا باشمهندس معادله تربيعيه، يعني معادله مثلا اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 اهو، اكس تربيع زائد 2 اكس، اسف، اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1، كنا بنعملها ازاي كمصفوفه؟ بنقول له كده ايه بتساوي معامل الاكس تربيع معامل الاكس الحد المطلق، وبعدين يبقى انا كده لو عايز اجيب الجذور هقول له روتس اوف الاي، ده اللي احنا شفناه. طب تعالوا نعمل المصفوفه اللي اسمها ايه دي كده يا باشمهندسين، سي ال سي، هنيجي نقول له كده ايه بتساوي 1 وناقص 2 و1 ونقفل ونحط سيمي كول. ممكن اقول له روتس اوف الاي فيحسب لي جذور المعادله اللي اسمها ايه يا باشمهندسين. طيب جميل جدا، انا ممكن اعمل ايه بقى؟ هاجي اقول لك كده المعادله اللي قدامي ديت هي تمثيل لمعادله بولونوميال، اللي هي المعادله اللي بتبقى من الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه، دي اسمها بولونوميال زي ما احنا عارفين. طب انا هاجي اقول له كده بولي، بولي تو سيم، يعني هديك معادله بولونوميال حولها لي الى تو، يعني الى معادله رمزيه. طب انا هدي له مين؟ هدي له المعادله البولونوميال، هيقوم جاي مرجعها لي كده يا باشمهندس اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1. يبقى انا كده ايه؟ اديته معادله بولونوميال حولها لي لسيمبل. طيب انا ممكن اجي اقول له ايه؟ سيم تو بولي، هديك معادله رمزيه وحولها لي الى بولونوميال. طب انا هدي له مين؟ هدي له الانسر، لان الانسر ده هو عباره عن معادله رمزيه، واقول له انتر يا باشمهندس، يقوم جاي مرجعها لي للاصل بتاعها اللي هو 1 وسالب 2 1 على صوره مصفوفه. يبقى احنا كده اتعلمنا الدالتين دولت يا باشمهندسين، والدالتين دولت مهمين جدا. طيب ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه، هشطب الكلام ده كله واجي اقول لك يا باشمهندس ادي الاي، وبعدين الاي ديت لو عايز اجيب الجذور هقول لك كده روتس اوف مين؟ اوف الاي، هيطلع لي الجذور بتاعتي اللي هي 1 و1. طيب لو انا عايز يا باشمهندس المعادله ديت بس في صوره رمزيه هقول لك ايه؟ بولي تو سيمبل، فجاب لي المعادله في صوره رمزيه.
طب لو انا عايز اجيب جذور المعادله الرمزيه هتقول له solve of الانسر، انتر هيجيب لك الجذور بتاعتها واحد وواحد. اذا لو مثلتها بولونوميال تجيب الجذور بروتس، طب لو مثلتها سيمبل تجيب الجذور بسولف. يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ حل المعادله الرمزيه، ودي الطريقه اللي انا كنت قلت لكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت، قلت لك هقول لك طريقه تحل بيها المعادله بس لما يكون شغالين بالمعالجه الرمزيه. يبقى اذا يا اما تمثلها بولونوميال وتقول له روتس، يا اما تمثلها سيمبل وتقول له ايه؟ وتقول له سولف يا باشمهندس، وفي كلتا الحالتين هيطلع النتيجه واحد زي ما انتم شايفين، واحد واحد، وهنا الجذور طالعه برده واحد وواحد. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للدوال اللي هي اسمها بولي تو سيم وسيم تو بولي. طيب وكمان الداله اللي اسمها سولف خدنا عنها حاجه، في داله كمان اسمها سبستيتيوت. الداله اللي اسمها سبستيتيوت شغاله ازاي يا باشمهندسين؟ هي داله سبستيتيوت معناها تعويض. تعالوا كده نشوف برده الشكل بتاعها عامل ازاي. ادي يا باشمهندسين سبستيتيوت، ممكن اقول لك سيمز اكس واي وبعدين زد بتساوي الكلام علاقه كبيره كده، وبعدين اقول لك عوض لي في الزد عن الاكس بتساوي 2. تعالوا كده يا باشمهندسين اهو، اول حاجه اقول لك سيمز مين؟ اكس مسافه واي، وبعدين يا باشمهندس اقول لك مثلا الزد بتساوي اكس، بلاش اكس، اقول لك 2 ضرب اكس ضرب واي بلس اكس تربيع. اكس تربيع اهو العلاقه يا باشمهندسين، اكس تربيع زائد 2 اكس واي. طيب انا هاجي اقول لك كده سبستيتيوت، عوض لي في العلاقه اللي اسمها زد عن المتغير اللي اسمه اكس بالقيمه اللي قيمتها 1. يبقى توقعنا اللي يطلع هيطلع معايا 1 زائد 2 واي. تعالوا كده نضغط انتر يا باشمهندسين ونشوف الناتج ده اهو، 1 زائد 2 واي. طب لو جيت قلت له كده سبستيتيوت في العلاقه اللي اسمها زد، ادي العلاقه اللي اسمها زد يا باشمهندسين، عن المتغير اللي اسمه واي بالقيمه اللي هي سالب 2، يبقى النتيجه تطلع ايه؟ تطلع اكس تربيع ناقص 4 اكس يا باشمهندسين، اهوت تطلع اكس تربيع ناقص 4 اكس. طب لو انا قلت له كده يا باشمهندس انا عندي قيمه اسمها انس، وقلت له كده سبستيتيوت في الانس عن المتغير اللي اسمه اكس بالقيمه اللي قيمتها 1، يبقى النتيجه طالعه ايه يا باشمهندس؟ والله شوف كده 1 ناقص 4 هيديني كام يا باشمهندس؟ هيديني سالب 3، اقول له انتر هيطلع لي الانسر سالب 3. فسبستيتيوت بتستخدم علشان التعويض. طيب انا اخر حاجه في السبستيتيوت يا باشمهندسين، لو انا جيت قلت لك كده سيمز اكس واي تي، وبعدين قلت لك واي مثلا او بلاش واي، قلت لك زد بتساوي واي بلس اكس تربيع مثلا حاجه زي كده، ادي يا باشمهندس العلاقه. وجيت قلت لك كده سبستيتيوت، عوض لي في العلاقه اللي اسمها زد عن المتغير اللي اسمه اكس بالمتغير اللي اسمه تي، يبقى الناتج بتاعي يا باشمهندس هيشيل الاكس ويحط تي، اهو شال الاكس وحط لي تي، فبقى تي تربيع زائد واي بدل اكس تربيع زائد واي. ده بالنسبه للداله اللي اسمها سبستيتيوت، علشان ما نضيعش فيها وقت كتير اكتر من كده يا باشمهندس. طيب نشوف ايه كمان عندنا، في عندي حاجه اسمها اي زد بلوت. احنا خدنا يا باشمهندس الداله اللي اسمها بلوت، والداله اللي اسمها بلوت بديها حاجتين، بديها اكس وواي ترسمها لي، بس يا باشمهندس عشان اديها الاكس والواي لازم يكون الاكس والواي قيم، يعني لازم اقول له اكس كده بتساوي مثلا البدايه صفر والازاحه 1/10 والنهايه 10 مثلا، يبقى انا كده عملت الاكس كقيمه. خد بالك الاكس دلوقتي اهي سيمبل اهي، لما اضغط انتر يا باشمهندس هتتحول من سيمبل لقيم اهي. فلما اجي اقول لك يا باشمهندس واي بتساوي مثلا ساين اكس، هتلاحظ كده ان الواي دلوقتي هي عباره عن سيمبل، لما اقول له هنا انتر هتبقى الواي عباره عن قيم زيها زي الاكس. دلوقتي اقدر اقول لك بلوت يا باشمهندس اكس وواي وبعدين انتر، فيقوم جاي راسم لي رسمه الساين بدايه من اول صفر لحد 10، دي ما فيش فيها مشكله. ده بالنسبه للداله اللي اسمها ايه؟ بلوت يا باشمهندسين، الداله اللي اسمها بلوت، اسف، من اول صفر لحد 10. طيب انا بقى عشان اجي ارسم بالاي زد بلوت اهو، وقلت له كده اكس كوما واي، وقلت له انتر، قال لي ايرور يا باشمهندس، ده الانبوت بتاع الاي زد بلوت لازم يكون سترنج اكسبريشن، يعني معالجه رمزيه، يعني لازم يكون رموز مش قيم. الاكس دلوقتي قيم، ما ينفعش تتحط الاي زد بلوت، تتحط للبلوت بس يا باشمهندسين. وبالتالي انا هشطب الكلام ده كله واقول له سيمز اكس واي، وبعدين هاجي اقول له كده مثلا واي بتساوي ساين اكس. خد بالك الاكس والواي دلوقتي هم بقوا رموز، الواي بتساوي ساين اكس، وبعدين هاجي اقول له كده اي زد بلوت ارسم لي الواي بدون يا باشمهندس ما احط قيم للاكس، بدون ما احط ازاحه، بدون ما احدد فتره، وهو هيعمل كل الكلام ده يا باشمهندس. لما اقول له انتر هيقوم جاي مطلع لي رسمه الساين بتاعتي زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندس، طلع لي رسمه الساين. طيب لو انا عايز احط حاجه يعني اعمل عنوانه للمحور ده، هقول له اكس ليبل زي ما عملناها هناك عادي، ما فيش فيها مشكله، اكس ليبل احمد اهو، وانا بكتب كلمه احمد عشان اعرفك ان دي كلمه انت بتكتبها، يعني الكلمة انت اللي مخير انك تكتبها كلمة احمد. عايز اعمل حاجة هنا اقول له تايتل وادي له الرسالة.
طيب المشكلة بالنسبة لي يا باشمهندس، هو رسم الرسمة منين؟ من أول سالب 2 باي لحد موجب 2 باي، ما الباي ب 3 و14، لما تضربها في 2 هتبقى 6.28 أهو، من أول 6.28 لحد موجب 6.28. ليه؟ لأن أنا ما حددتلوش الفترة، يبقى طالما أنا ما حددتش الفترة هو بيرسم من أول سالب 2 لحد 2 باي، بدليل إن أنا ممكن أجي أقول له كده إي زد بلوت، وبعدين ارسم لي يا باشمهندس العلاقة اللي اسمها إكس، وأقول له إنتر، قام جاي مطلع لي علاقة الإكس يا باشمهندسين. او احنا عارفين طبعا ده شكل العلاقه بتاعت الاكس، من اول برضو سالب 2 باي لحد كام؟ لحد 2 باي. طب بص بقى يا باشمهندس، لو انا جيت عملت له كده اي زد بلوت وبعدين كوما وقلت له من اول صفر لحد 10 وانتر، قام جاي مطلع لي رسمه الاكس يا باشمهندس اهو بدايه من هنا، ومطلعها لي كده ورسمها لي لحد كام؟ لحد 10. اذا انا ممكن احدد الفتره، بحددها ازاي؟ بقول له ارسم لي العلاقه اللي انا عايزها في الفتره من اول صفر لحد 10. طب والازاحه ما بكتبهاش، هو بيكتب بيعمل هو الازاحه من نفسه يا باشمهندس. طيب لو عايز ارسم مثلا اي علاقه عايز ارسمها، قول له مثلا واي بتساوي اي حاجه، مثلا اكس تربيع بلس ساين اكس، ماشي؟ دي كده مين؟ دي كده الواي اهي يا باشمهندس. هاجي اقول له كده اي زد بلوت ارسم لي الواي، ولو ما ادتلوش فتره هيرسمها من اول سالب 2 لحد 2، من اول سالب 2 باي لحد 2 باي. اقول له انتر، اسف انا غلطت في الكتابه، اهو رسم لي الرسمه يا باشمهندس اللي هي عباره عن الرسمه اللي هي عباره عن الواي اللي هي عباره عن ساين اكس زائد اكس تربيع، رسمها لي في الفتره من صفر لحد كام؟ لحد ال 10 يا باشمهندس. يبقى احنا كده عرفنا الداله اللي اسمها ايه؟ الداله اللي اسمها اي زد بلوت. طيب يبقى ايه زد بلوت يا باشمهندس؟ عشان نبقى واضحين فيه، الخاص بتاعها بتديها هنا العلاقه وبتديها الفتره، ما بتديهاش اكتر من كده يا باشمهندس. طب الاف بلوت زيها زي الاي زد بلوت بس بالظبط، مفيش فرق خالص. الفرق في حاجه واحده يا باشمهندس، ان هي ايه بقى؟ ان انت بتدي له هنا العلاقه في صوره سلسله، في صوره سترنج. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني هاجي هنا اقول له كده اي زد بلوت اهو، اي زد بلوت مين؟ مثلا ساين اكس، وبعدين عايز ترسمها في الفترة من كام لكام؟ والله من صفر لحد 2 في باي اهو. يبقى انا كده هرسمها في الفترة من اول صفر، خد بالك مسافة اهيت، لحد 2 باي، يعني ديت ديت النهائية، واقول له انتر، قام جاي راسم لي يا باشمهندس دالة الساين في الفترة من صفر لحد 2 باي، مفيش مشكلة في الكلام ده اهو، من صفر لحد 2 باي. طيب لما اجي اقول له بقى يا باشمهندس هشيل الكلام ده، وبدل ما اي زد بلوت انا هقول له اف بلوت، واجي اقول له انتر، طبعا هقفل بس الرسمة ديت اهوت، واجي اقول له كده انتر، قال لي ايرور يا باشمهندس. ليه؟ قال لك اصل العلاقة ديت لازم تحطها في صورة سلسلة. يعني ايه صورة سلسلة؟ يعني يا باشمهندس تيجي هنا كده تحط سنجل كوتيشن وهنا سنجل كوتيشن وتقول له ارسم الرسمة دي، هيقوم جاي راسم لك الرسمة مفيش فيها أي مشكلة خالص يا باشمهندس، ويرسمها لك برضه في الفترة من أول صفر لحد كام؟ لحد 2 باي، زي ما أنت محدد له فين؟ زي ما أنت محدد له فين في المسألة. طيب ممكن يا باشمهندس اعملها بطريقه ثانيه؟ اه ممكن اجي اقول لك كده واي بتساوي ساين اكس، انا بجرب معاكم الطريقه دي كده نشوف هتيجي معانا ولا لا، وبعدين هاجي اقول لك مين؟ اف بلوت ارسم لي، ارسم لي الواي. طب بلاش ساين اكس، خلينا ناخد حاجه ثانيه، نقول مثلا هنيجي نقول كده واي بتساوي، خلينا مثلا نقول ساين اكس زائد 4، وبعدين نقول له انتر، وبعدين نيجي نقول له اف بلوت ارسم لي الواي في الفتره دي. هتلاحظ يا باشمهندس ان هو رسم الساين فعلا، وبدايه الساين كانت عند الاربعه اهوت يا باشمهندس، عشان تبقوا عارفين بس بدايه الساين عند الاربعه والماكسيم بتاعها عند الخمسه، فهو رسم لي الداله الجديده اللي قدامي دي يا شباب. خلاص يبقى انا كده، طبعا خدوا بالكم من حاجه، ان انا لو جيت قلت له كده واي بتساوي وشلت السنجل كوتيشن دي ماشي، وجيت قلت له اف بلوت، قام جاي مطلع لي ايرور. ليه؟ لان لازم تتحط العلاقه ما بين السنجل كوتيشن زي ما شفنا، لكن في الايزد بلوت مش شرط يا باشمهندس. طب هي في حاجه بس انا عايز اجربها قدامكم عشان ديت جت في امتحان، بصوا يا شباب لما احتاجت ارسم بالاف بلوت هو امر واحد رسم العلاقه على طول بدون سيمز بدون اي حاجه، يعني من غير ما اكتب سيمز اكس وواي، هو قام جاي كده واخد الساين اكس ديت وقام جاي راسمها يا باشمهندس. في الامتحان بيجي لك السؤال ده ازاي؟ يقول لك باستخدام امر واحد من اوامر الماتلاب اكتب برنامج بيرسم الساين. يبقى ده الامر الواحد يا باشمهندس، مش محتاج ولا سيمز ولا محتاج اقول له اكس بدايه ونهايه وازاحه واقول له واي بتساوي ساين اكس وبعدين بلوت، مش محتاج الكلام ده كله، هو على طول اف بلوت العلاقه بس بتتحط ما بين سنجل كوتيشن والفتره دي يا باشمهندس. او ممكن اقولها له باستخدام مين؟ ممكن اقولها له
باستخدام الاي زد بلوت. تعالوا كده نجربها باستخدام الاي زد بلوت نشوف هتيجي معانا ولا لا، علشان يبقى احنا عرفنا سؤال من اسئله الامتحان اللي جت في 2014. في حاله الاي زد بلوت ما نفعتش، قال لك ليه؟ ما اعرفش حاجه اسمها ساين اكس، ما اعرفش حاجه اسمها اكس يا باشمهندسين. عشان يشتغل لازم اقول له كده سيمز اكس، وبعدين هقول له كده اي زد بلوت ارسم لي، يوم جاي راسم. يبقى الافضل مين؟ الافضل اف بلوت يا باشمهندسين، لان هي بترسم من غير ما اكون معرف الاكس ده. يبقى لما يجي يقول لك اكتب امر واحد في الماتلاب بيرسم الساين او بيرسم اكس تربيع او بيرسم اي حاجه، هتقوم جاي قايل له الامر ده اللي هو عباره عن مين؟ اللي هو عباره عن اف بلوت. ده سؤال امتحان 2014 مش هحله تاني، يبقى انتوا عرفتوا الحل بتاعه. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاف بلوت يا باشمهندسين. نروح كمان للاوامر اللي موجوده عندنا بعد كده، اللي هي العلاقه اللي اسمها سولف. اللي اسمها سولف ديت، الداله اللي اسمها سولف دي مهمه جدا جدا جدا، وبيجي عليها اسئله كتير في الامتحان. انا طبعا اديتها لكم من شويه، قلت لك ان انت ممكن تستخدمها لحل معادله. يعني عندي معادله زي كده، واي بتساوي اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1، بمثلها رمزيا يا باشمهندس زي ما انت شايف كده. اقول له سيمز اكس وواي، واي بتساوي اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1، اقول له سولف الواي، يجي مطلع لي الانسر هي عباره عن 1 و1. ليه؟ لان دي معادله تربيعيه والحلول بتاعتها 1 و1. طيب دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ان انا ممكن احل معادلتين مع بعض. يمكن انا شرحت لكم الحته ديت وقلت لكم في طريقه رابعه هناخدها في الفيديوهات اللي جايه. لو انا عندي علاقتين زي كده يا باشمهندس، كنا بنعملها ازاي؟ بنعمل مصفوفه اسمها ايه ومصفوفه اسمها بي، واقول له الاكس بتساوي انفرس الاي مضروب في البي. في الرموز بقى هنعملها ازاي؟ هنيجي نقول له كده ايكويشن واحد بتساوي العلاقه الاولى اللي هي 2 اكس زائد 3 واي بتساوي 5، وحطيتها ما بين سنجل كوتيشن. ليه؟ لان انا عندي هنا يساوي وهنا يساوي، فالبرنامج هيتلخبط. فعلشان ما لخبطوش انا ايه، حطيت العلاقه ديت يا باشمهندسين ما بين السنجل كوتيشن. وبعدين الايكويشن 2 العلاقه الثانيه هي عباره عن اكس زائد واي بتساوي 2، اهو اكس زائد واي بتساوي 2، وحطيتها برده ما بين سنجل كوتيشن. وهاجي اقول له كده سولف، حل ايكويشن واحد حلها لي مع ايكويشن 2 وحط لي ناتج فيه الاكس والواي. يقوم جاي يا باشمهندس حلل المعادلتين في بعض، ويقوم جاي مطلع لك قيمه اكس ومطلع لك قيمه واي. طبعا ايكويشن واحد وايكويشن 2 ده اسم انت اللي بتسميه، سميه زي ما انت عاوز. تعالوا نعمل الكلام ده في الماتلاب. هنيجي نقول له كده اول حاجه سيمز اكس واي، وبعدين هنيجي نقول له مثلا اي واحد، بلاش ايكويشن واحد عشان بس تعرفوا ان هي ايه، انا بكتبها زي ما انا عاوز. عباره عن ايه يا باشمهندس؟ عباره عن 2 ضرب اكس بلس 3 ضرب واي. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 5، واقفل السنجل كوتيشن واحط سيمي كولون. طيب اي 2 يا باشمهندس بتساوي ايه؟ 2 بتساوي اكس بلس واي، الكلام ده بيساوي 2، وبعدين هقفل السنجل كوتيشن واحط الكوما. طبعا الاكس ديت سمول مش كابيتال، وهاجي اقول له انتر. يبقى انا كده عملت الايه، المعادلتين. هاجي اقول له كده يا باشمهندس اي وبي مثلا، او اكس وواي بتساوي سولف، وبعدين حل لي المعادله اي واحد مع المعادله اي 2. طبعا سولف معناها حل، يعني حتى من اسمها انا بفهم هي بتعمل ايه. هيقوم جاي مطلع لي كده يقول لي الاي بتساوي 1 والبي بتساوي 1. لو حليتها بطريقه المواصفات هتلاقي فعلا الاي بتساوي 1 والبي بتساوي 1. طب ليه انا ما قلتش هنا اكس وواي يا باشمهندس؟ اصل خد بالك الاكس والواي هم عباره عن رموز. لو قلت له هنا اكس وواي هيطلع خلي لي الاكس بواحد والبي بواحد، فيتحولوا من رموز لقيم. فانا مش عاوز كده، انت ممكن تكتبها كده يا باشمهندس، او ممكن برضو لو عملت اكس وواي برضو الحل بتاعك صح، مفيش فيه مشكله. اذا السولف ممكن استخدمها في حل معادلات او في حل معادله واحده. يبقى انا اخدت الطريقتين، حل معادله واحده وحل معادلات يا باشمهندسين. في سؤال عليها بيجي دايما في الامتحان، اللي هو سؤال ايه بقى؟ اوجد تقاطع دائرتين. هنيجي نبص عليه كده يا باشمهندسين. موجود في انهي امتحان؟ ممكن يكون موجود في امتحان 2013. ايوه انا اهو يا باشمهندسين. اكتب اوامر الماتلاب. طبعا في سؤال اهو اذكر ثلاثه من المميزات اللي بيتفوق فيها برنامج ماتلاب، شرحناها برده في الفيديوهات اللي فاتت عشان تعرفوا ان هو سؤال بيجي في الامتحان كتير. اكتب اوامر ماتلاب لايجاد تقاطع الدائرتين، الدايره ديت والدايره دي. وطبعا احنا عارفين معادله الدايره اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي الار تربيع. طب احنا هنعمل ايه؟ دي الايكويشن الاولانيه ودي الايكويشن الثانيه، وسولف الاثنين ايكويشن مع بعض. بس هو ده الحل بتاعك يا باشمهندس. يعني هتيجي هنا كده في الماتلاب، طبعا الكلام ده انا حله في الورق برده، هتيجي تقول له كده سولف، مش سولف بقى، هتيجي تقول له كده ايكويشن واحد بتساوي العلاقه الاولى كانت عباره عن ايه؟ عباره عن اكس تربيع بلس واي تربيع. الكلام ده بيساوي كام يا باشمهندسين؟ كان بيساوي 4. هنبص على العلاقه تاني ونقول له سيمي كولون. نروح كده نبص على العلاقه اهيت، اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 4، العلاقه الثانيه اكس ناقص 1 كل تربيع زائد واي تربيع بيساوي 9. فنيجي نقول له كده يا باشمهندسين اي 2 بتساوي اكس ناقص 1 الكل تربيع بلس واي تربيع، الكلام ده بيساوي 9، وهقفل واحط سيمي كولون. يبقى انا كده جبت العلاقه الثانيه. بعد كده يا باشمهندس
هقول له سولف اي واحد مع اي اتنين هيطلع لي الناتج ايه بتساوي ناقص اتنين وبي بتساوي كام يا باشمهندسين؟ وبي بتساوي صفر. يبقى هما هيتقاطعوا في النقطة اللي هي قيمتها ايه بتساوي ناقص اتنين وبي بتساوي كام يا باشمهندسين؟ وبي بتساوي صفر. جميل كده؟ فده كده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لحل أو بالنسبة لحل دايرتين مع بعض أو لإيجاد تقاطع دايرتين مع بعض يا باشمهندسين زي ما إحنا شفنا كده. أو ممكن طبعًا زي ما أنا قلت لكم إن أنا هاجي أقول له كده بدل ما كنت بقول له A و B هاجي أقول له هنا X و Y وأقول له إنتر، هيقوم جاي مطلع لي قيم التقاطع اللي هي عند النقطة صفر وسالب اتنين. ويبقى انا كده ايه خلصت الحل بتاعي. طبعا انا في الامتحان ما بكتبش اكس بتساوي كذا واي بتساوي كذا الا لو طلب مني، بكتب اكس بتساوي واعمل شرطه واي بتساوي واعمل شرطه. يبقى كده الحل بتاعي خلص يا باشمهندسين، بتاع تقاطع مين؟ بتاع تقاطع الدايرتين. ده كده بالنسبه للجزء بتاع الداله بتاعه سولف. نروح بقى للداله اللي اسمها ديفرنشيت، الداله اللي اسمها بتستخدم في التفاضل. الداله اللي اسمها بتستخدم في التفاضل الشكل بتاعها يا باشمهندسين، الشكل العام بتاعها بدي له هنا علاقة والمتغير اللي فاضل بالنسبة له وعدد مرات التفاضل. يعني مثلا لو انا عندي حاجة زي كده دالة مثلا ساين اكس وعايز افاضلها، هتقول له هلو ازاي يا باشمهندس؟ هتقول له كده ديفرنشيت فاضل مين؟ عايز افاضل ساين اكس. بس طبعا عشان اعمل الامر ده لازم اكون كاتب في الاول خالص يا باشمهندسين سيمز اكس وواي، فبقول له كده فاضل ساين اكس بالنسبة لاكس عايز افاضلها كم مرة؟ هي مرة واحدة. يبقى اقفل القوس واقول له انتر. خلاص يا باشمهندسين طبعا الحل بتاعي كده غلط. ليه؟ لان الاكس والواي ما كانوش سيمبلز زي ما انا عاوز. هقول له كده سيمز اكس وواي وبعدين هقول له ديفرنشيت ساين اكس، هيقول لي تفاضل الساين عباره عن ايه؟ عباره عن كوزين. طب لو قلت له كده يا باشمهندس تفاضل الساين بالنسبه للاكس بس مرتين هيعمل ايه؟ هيفاضل الساين تديني كوزين، ويرجع يفاضل الكوزين تديني سالب ساين يا شباب. فكده فاضل كام مره؟ كده فاضل مرتين. طيب لو انا عايز مثلا افاضل العلاقه ديت سهله، هتيجي تقول له مثلا ممكن تقول له كده فاضل وبعدين تكتب له هنا العلاقه على طول، تكتب له هنا كده تدي له العلاقه على طول، او ان انت تعمل حاجه ثانيه تقول له واي بتساوي مثلا اكس تربيع، اكس تربيع بلس 3 ضرب اكس. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب كده العلاقه اللي اسمها واي، هتيجي تقول له بقى ديفرنشيت مين؟ اهو تقول له والله انا عايز افضل العلاقه اللي اسمها واي بالنسبه للاكس وعايز افضلهم مره واحده مش مرتين، انتر. قام جاي احسب لك التفاضل اللي هو هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اكس زائد 3 يا شباب. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتفاضل. في حاجه تانية؟ لا مفيش حاجه تانية. ولو في حاجه تانية انتوا تقدروا تبصوا عليها مفيش فيها مشكله. طيب بالنسبه بقى يا باشمهندسين السؤال بس اللي ممكن يجي لك يعني مختلف شويه، ان هو يجي يقول لك اوجد التفاضل الثاني للواي بالنسبه للاكس لو كانت الواي بتساوي كذا. سهله، سيمز اكس وواي، واي بتساوي العلاقه اللي جيفن عندي اللي هو مدالي في المساله، واقول له فاضل الواي بالنسبه للاكس واتنين. بس هو نفس الحل اللي انا هحله لكم من شويه. طب ايه كمان عندنا يا باشمهندسين؟ في عندنا حاجه اسمها التكامل. التكامل بدي له علاقه وادي له المتغير اللي هكامل بالنسبه له وهو يحسب لي الحد، وادي له الفتره اللي انا عايز احسب عليها لو انا عندي التكامل بتاعي محدود، ولو عندي التكامل بتاعي غير محدود بقفل القوس على هنا وخلاص. يعني مثلا حاجه زي كده عايز احسب تكامل الساين اكس دي اكس، هتقول له كده سيمز اكس وواي زد بتساوي الساين اكس، وبعدين هقول له كامل لي الزد اللي هي كامل لي الساين اكس يعني، وعايز تكملها بالنسبه لمين؟ عايز اكملها بالنسبه للاكس يا باشمهندس، واقول له الناتج ده حطه في الواي، فالواي هيطلع لي التكامل بتاعها اهو. تعالى نعمل الكلام ده كده، هنقول له كده سيمز اكس واي وبعدين هاجي اقول له الزد بتساوي ساين الاكس، وبعدين هاجي اقول له كده انتجريت، بلاش انتجريت، هقول له كده واي بتساوي انتجريت، انتجريت مين؟ كامل لي الزد بالنسبه للاكس واقفل القوس. هيقول لي يا باشمهندس ده التكامل بتاعك، تكامل الساين هو عباره عن سالب كوزين. ممكن اقول له كده كامل لي الزد بالنسبه للاكس يا باشمهندسين، واقول له كده على الفتره من اول سالب واحد لحد اتنين زي ما احنا عارفين التكامل المحدود. طبعا النتيجه بتاعتي هتبقى قيمه. ليه؟ لان انا بعوض بالفتره بعد ما بحسب ايه؟ بعد ما بحسب قيمه التكامل يا شباب. اهوت عباره عن كوزين واحد ناقص كوزين اتنين اللي هي قيمه انت هتعوض بيها بالاله الحاسبه، تعرف تحسب القيمه بتاعتك ما فيش فيها مشكله. طبعا دوت عباره عن تكامل محدود اهوت زي المثال اللي انا شرحته. هتقول له كده الزد بتساوي 2 اكس تربيع زائد اكس، اهو زد بتساوي 2 اكس تربيع زائد اكس، وبعدين هتقول له كامل لي الزد بالنسبه للاكس سالب 1 و2 اللي هي الفتره من سالب 1 لحد كام؟ لحد 2، فهيطلع لك النتيجه بتاعتك يا شباب. ده كده بالنسبه لمين؟ فاضل بس اخر حاجه عندنا اللي هي دي سولف، هبقى اعمل لها فيديو لوحدها علشان هي متعبه شويه، وانتوا اصلا ما خدتوش حاجه اسمها معادلات تفاضليه، حل المعادلات التفاضليه. ان شاء الله هنزل لكم بقى في الفيديو اللي جاي حل امتحانات على الجزء ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.